هويتك والهوى غيا، وحبك في قلبي ونن عينيا. كحلت رمشي بسهر لياليكي، وصبح ومسي بيومي عليكي. منظر حسن وزرع وخضره ونقاء ميه. حبيبتي يا مصر يا امي، يا حب بيسري في دمي. للاعادي بترد كيدهم، ودايما من رب العماد محميه. مساء الخير اعزائي المشاهدين، وحشتونا من الحلقه السابقه، والنهارده معانا حلقه جديده من بيت المصريين. ويسعدنا ويشرفنا ان نتكلم النهارده عن موضوع بيشغل معظم الاسر المصريه اللي موجود فيها مريض او طفل توحد. النهارده بيكون في استضافتي لمناقشه هذا الموضوع ومعرفه كل شيء عنه، اسبابه والعلاج واحدث طرق العلاج وكيفيه التعامل مع طفل مرض التوحد. كل هذا واكثر مع ضيفتي النهارده اللي منوراني في بيت المصريين، الدكتوره رانيا عزت محمد. اهلا وسهلا بحضرتك، اخصائي توحد في مركز تخاطب وتكامل الحسي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم المركز العالمي، واهلا وسهلا بالاستاذه بسمه رمضان سكرتيره بالمركز. في البدايه حضرتك عايزين نعرف ما هو مرض التوحد. التوحد بصفه عامه هو خلل في النمو الدماغ للطفل. تمام. بيعمل ايه يعني؟ ازاي الاعراض بتبان؟ في اعراض كتيره. زي ايه؟ عندنا مثلا طفل التوحد ما عندوش تواصل اجتماعي، ما يعرفش يتفاعل مع اللي حواليه. انطوائي يعني مثلا وبطبيعته، ولا كمرض هو كمرض ما بيعرفش يتواصل مع اللي حواليه، عنده حاجه اسمها خلل في التواصل الاجتماعي. تمام. وعنده برضو تاني حاجه السلوكيات بتاعته، بيصدر طفل التوحد سلوكيات غريبه. تمام. زي السلوكيات دي مثلا يظهر زي في حاجه اسمها الرفرفه. طفل التوحد من اللزمات بتاعته بيعمل حاجات اسمها الرفرفه، بيرفرف بايده، ولزمات اسمها لزمات الوجه برضو. في اشارات يعني واعراض بتظهر على الوجه. الوجه مثلا الاعراض عموما حضرتك بتكون ظاهرة عليه مرض التوحد. مثلا طفل التوحد ما بيشعرش باللي حواليه، من حيث ايه؟ مامته مثلا لو خرجت بره عشان تشتري حاجه ما بيحسش بيها، مش فارقه مع اذا كانت مامته خرجت ولا ما خرجتش. يعني لو خرجت الطفل الطبيعي بيعيط عشان مامته مشيت. تمام. انما طفل التوحد مش عنده كده. مامته فقط ولا كل اللي حواليه؟ كل اللي حواليه. ما بيحسش بأي حد. ما بيحسش بأي حد. اللي داخل الخارج الغريب القريب أي حد. ما بتفرقش معاه. أيا كان ما بتفرقش معاه. وكمان لو في شجار بين الأطفال حواليه إخواته أو كده ما بيعرفش يتفاعل معاهم، ما يعرفش يحل المشكلة دي، مش فارقة معاه. بياخد جنب يعني مع نفسه. بياخد جنب مع نفسه، مش بيدرك ايه اللي بيحصل حواليه، ما عندوش الحته دي. تمام. وبعدين اصلا من طفل التوحد برضو من اهم سماته ان هو ما بيحسش بالخطر، يعني ممكن لو سبتيه واتخبط في حاجه ما بيحسش بيها. بيحسش بالالم، ما بيحسش بالالم، ولا ما بيحسش ممكن يروح للخطر. ممكن يروح للخطر هو يعني ومش عارف اللي ده خطر. نار مولعه، اي حاجه ممكن عربيه وهي معديه مامته مش ثابت ايده مثلا، ممكن عربيه تخبطه. تمام. او مواد كيماويه موجوده مثلا ياخدها يتناولها، اي حاجه، سواء في الاكل سواء في الاستخدامات. عادي يعني لا يدرك اي شيء. التوحد اصلا سمي الاسم العلمي ليه الذاتويه. الذاتوية يعني ايه؟ طفل التوحد ده يبقى مع نفسه، مندمج مع نفسه، ما بيحبش الاختلاط. ذوي الهمم. ذوي الهمم ما بيحبش الاختلاط. تمام. طيب هو ما هي انواع التوحد؟ التوحد عندنا انواع كتيرة من انواع التوحد. عندنا متلازمة سبرجر. دي من المتلازمات يعتبر الطفل فيها طبيعي من حيث الذكاء. تمام. يعني ذكاء الطفل بيبقى طبيعي، بس مشكلة متلازمة سبرجر ان الطفل ما بيحبش يختلط بالاخرين. يعني هو عنده قابليه للتعلم. تمام. عنده قابليه للتعلم وذكي جدا، بس يجي الحاجات اللي هو اتعلمها والحاجات اللي هو بيقولها لو جه مع الاخرين ما بيعرفش يتكلم معاهم. دي ميزه ولا عيب؟ بس هو ميزه. ميزه يعني عنده ميزة. في يعني مميزات عنده. مميزاته حلوه جدا. هو يعتبر افضل نوع من انواع التوحد. تمام. تمام. يعني هم كم نقدر نصنفهم؟ نقدر نصنفهم نقول طفل سبرجر، متلازمه سبرجر، متلازمه ريت. تمام.
متلازمه الانحلال الطفولي وافضلهم اللي هو اللي هي اسبرجر اللي بيكون فيه نسبه ذكاء بيتعمل. هل ده يعني الميزه الوحيده بينها ما بين الثانيه ولا ايه؟ ده يعتبر افضل ميزه. طفل اسبرجر ده طفل ذكي جدا. تمام. بس هو عيبه اللي هو ما بينفعش يتعامل مع الاخرين. بيرفض التعامل مع الاخرين. طيب انا عندي وعنده قابليه كمان للتعلم. طيب انا العاديه مثلا الام المتخصصه ولا العاديه اللي متوجهه مثلا من مراكز التدريب هي اللي تقدر تفرق بين الانواع دي ولا اي حد عادي؟ ايه الفرق بين الانواع دي؟ اعرفها ازاي ان ده طفل توحد؟ ايه الانواع بتاعته؟ هل اعرف ان ده النوع ده غير ده؟ لازم مختصين. لازم يبقى فيه مختصين. يعني لازم العادي الشخص العادي ما يعرفش. لا ما بتفرقش غير ما لازم يتعامل معاه. تمام. ويروح عند مختصين هم اللي يعملوا كده. وفي اختبارات معينه هي اللي تفرق اذا كان تعرف من خلالها الطفل ده عنده توحد ولا لا. تمام. طب زي برامج ايه عندنا برنامج اسمه برنامج لوفاز ده بيعتمد على التقليد. وبرنامج سان رايز ده بيعتمد على اللعب. بيتوجهوا لتدريبات معينه. تمام. البرنامجين دول مهمين جدا عشان نشخص بيهم حاله طفل التوحد. طيب انا عندي طفل دلوقتي توحد، ازاي اعرف اللي بيظهر عليه؟ يعني في سن قد ايه مرض التوحد بيظهر على الطفل؟ من ساعة الولادة؟ من ست شهور. من ست شهور البداية بتاعته بتبقى من ست شهور. في أعراض بسيطة بتظهر عليه مثلا بتظهر عليه من ست شهور ولا كل الأعراض بتظهر عليه مرة واحدة؟ لا بتبقى في أعراض معينة بس بتبقى في أعراض باينة قوي اللي هو ما بتواصلش. الطفل التوحد اللي هو ما بتواصلش. اصل في ست شهور بيكون مثلا بالنسبه للمشاهدين او بالنسبه للوالدين ان هو صغير لسه مش قادرين يشكلوا، فايه الحاجه الميزه اللي بتظهر عليه مثلا اقدر اعرف بيها ان ده مختلف عن الاطفال الاخرين؟ هي حته التواصل. وبعدين في سلوكيات ما بيعملها غلط غير الاطفال التانيين اللي في نفس سنه. تمام. هي اكتر واحده سلوكيات غريبه ممكن تلاحظ ده الام. هتلاقي في سلوكيات غريبه، هتلاقي ما بيبصلهاش. تمام. وما بيعرفش يتفاعل معاها. تمام. مش بيركز يعني في عليها او مش زي الاطفال الاخرين، وخصوصا اذا كان في عنده والده قبل كده مثلا عندها اطفال قبل كده فبتعرف تفرق، تقدر تفرق ايه الجديد. في فيديوهات بنعرضها، جاهزه الفيديوهات عبال ما تجهز الفيديوهات. طيب عندنا عرض فيديو، اتفضلي اتفضلوا معانا نشوف فيديو وحضرتك تعقبي عليه. دي غرفة التكامل الحسي. تمام. الطفلة هنا في غرفة التكامل الحسي دي طفلة التوحد اسمها مآب. أهمية غرفة التكامل الحسي اللي هي بتفيد طفل التوحد جدا. تمام. عشان طفل التوحد ما بيبقاش عنده الحواس عنده عندها فيها خلل. دي الخطوة الكام؟ يعني مثلا أول ما بدخله على الغرفة دي بتكون عدد. دي بتبقى مهمة جدا، دي أهم حاجة لطفل التوحد. دخل خطوات تانية قبل الخطوة دي الخطوة دي مهمة جدا لأطفال التوحد بالذات عشان بيبقى عندهم خلل في الحواس، ما يعرفش يتواصل. وبعدين الأجهزة دي كمان بتشد انتباهه، بتعلمه الانتباه والتركيز. تمام. بتعلمه ازاي يتواصل مع اللي حواليه. وده بسبب إن الحواس الخمسة عنده بتبقى فيها اضطراب. الخمس حواس. الخمس حواس فيهم اضطراب. عامة كل انواع التوحد الخمس حواس فيهم اضطرابات. فيهم اضطرابات يعني ما فيش مثلا طفل عنده في حاستين في ثلاثة. لا في فروق. الخمسة. لا في فروق. في فروق في اطفال. في اطفال بيبقى فيها فروق. تمام. هي الاجهزة دي بقى ده جهاز بيحفز الطفل على الانتباه والتركيز. تمام. وكمان الجهاز ده بيصدر اصوات بيعلموا فيها الانتباه والتعرف على الالوان وبيفيد جدا في التخاطب. اول ما بيدخل المركز الام بالطفل يعني بيعدي على كام خطوه؟ يعني نقول مثلا رقم واحد بيعمل ايه التدريبات او الخطوات اللي بياخدها؟ اول خطوه في تقييم اول حاجه بنعملها مع الطفل اللي احنا بنقيمه وبنعرف الحاجات اللي واقع فيها، العيوب اللي الكسور اللي عنده احدد. ومن خلال الكسور دي انا بعالجه. تمام. من خلال بعض البرامج زي برنامج سان رايز وبرنامج لوفاز. وبعد كده كمان التوحد يعني اي برنامج من عادي منهم عادي نبدا بيه ولا في برنامج معين لازم الاول وبعدين ندخل على البرنامج الثاني؟ البرنامجين بيكملوا بعض واحنا بنشتغل على البرنامجين. تمام.
واحد عن طريق اللوفس ده بتاع التقليد، بيعتمد اعتماد كلي على التقليد، اما سان رايز فهو بيعتمد على اللعب. تمام. في احدث طرق العلاج في موضوع التوحد؟ التوحد قبل ما نبدا لازم نتكلم عن ان الطفل اول ما بيخش بيجي لنا لازم يعمل له حاجه اسمها تقييم. فالتقييم ده بعديها بعرف النقط القصور اللي عنده وبقدر ان شاء الله اعالجها. وبعدين طرق العلاج عن طريق التدريبات عن فقط؟ طريق عن طريق التدريبات وعن طريق الاجهزه اللي موجوده في المركز. وعن طريق التواصل البصري. من العلاج اصلا ان الطفل ما بيتواصلش، فانا بحاول احسن التواصل البصري لدى الطفل من خلال الاجهزه. تمام. وكمان الطفل عند التكامل الحسي ده شيء مهم جدا ورئيسي في علاج المشاكل الحسيه لدى الطفل. بالنسبه للجهاز اللي قدام حضرتك ده، واجهزه التوك تولز دي مهمه جدا، دي من التقنيات الحديثه اللي بتساعد الطفل ان هو يتكلم بشكل سريع. احسن من الطرق التقليديه. الطرق التقليديه اللي هي الايد وندلك من بره. في فيديو معانا للجهاز اللي مع حضرتك دي. في جهاز توضح لنا حضرتك. دي طفل الدوي. طريقته. ده جهاز من جوه، دي اجهزه الدكتولز. الجهاز ده بيقوي اعضاء النطق. تمام. ده بيقوي اعضاء النطق من الداخل، العضلات اعضاء النطق. أيوة. من الداخل. تمام. وبيخليها تتكلم بشكل اسرع، احسن من الطرق التقليديه. دي احدث تدليك من طرق العلاج. احدث طرق العلاج. تمام. وعندنا برضو في جهاز من الخارج، ده جهاز دكتولز بس من الخارج. تمام. ده بيقوي اعضاء النطق بس من الخارج. عندنا في التوحد والتاخر اللغوي، ما هو العلاقه بينهم؟ التوحد ان طفل التوحد ما بيبقاش عنده لغه، ولا لغه استقباليه ولا لغه تعبيريه. تمام. بمعنى الام تيجي تسال يعني ايه لغه تعبيريه والعيال ايه لغه استقباليه. يعني الطفل بيبقى داخل ما شاء الله عليه شاطر جدا في كل حاجه، يعني يعرف يتكلم، يعرف يقول كل حاجة، إنما عنده اللغة الاستقبالية هي اللي فيها كسور. تمام. الأستاذة بسمة، أهلا وسهلا بيكي. إزاي حضرتك بتستقبلي الحالات في المركز؟ الأول بستقبل حالة، بعرفها الخدمات اللي بيقدمها المركز وبيتم الاستمارة عند الطفل، بيتم شرحها الخدمات اللي بيقدمها المركز. دي الخطوات اللي ايه بتم الاستماره وبيتم دخولها للدكتوره رانيا والدكتوره اسماء قبل دخول الحاله. تمام. بتاخدي بعض الاسئله والاستفسارات مثلا عن الحاله وبتعرضيها على الدكتوره قبل ما يدخل، قبل ما دخل الحاله بالظبط كده. ايه اللي حببك بقى في الشغل ده، في شغل المركز؟ هم اطفال ابرياء جدا وملايكه ومحتاجين معامله خاصه عشان في اطفال يعني. تمام. طيب في مواصفات معينه اللي يحب يشتغل في هذه المراكز؟ لا، هو مش حكايه مواصفات، هو بس ان هم اطفال ابرياء جدا التعامل مع الاطفال مثلا، محتاجين اللي يتعامل ملم بالتعامل مع الاطفال، يحب زي ما حضرتك قلتي يتعامل مع الاطفال اصلا، يعني الشغل نفسه كله ليه علاقه لان هم مرضى اطفال ومحتاجين معامله خاصه، ولازم أيوة. اللي يتعامل معاهم بحب وعشان يفهمهم كده. تمام. هم ملائكه جدا يعني. تمام. ايه المميزات اللي بتميز مركز التخاطب والتكامل الحسي عن باقي المراكز الاخرى؟ المميزات ان احنا عندنا غرفه، غرفه تكامل حسي، وعندنا ادوات زي التوك تولز، وعندنا طبعا دكتوره رانيا ودكتوره اسماء، شغلهم بيشتغلوا بضمير، طبعا بيتعاملوا مع الطفل بحب عشان كده الطفل معانا بيتحسن بسرعه وكويسين. تمام. طيب في فيديو حضرتك هنشوفه دلوقتي، تعقبلنا عليه. دي طفله داون اسمها مئات. طفله توحد اسمها مئات. الطفله دي اول ما جت لنا ما كانتش بتقلد ولا كانت بتتكلم، بس بفضل الدكتوره اسماء ابتدت تقلد وابتدت تتكلم زي ما احنا شايفين. الطفله مئات عماله تقلد،
ما كانتش في الاول ولا بتتكلم ولا بتقلد. تمام، حالتها كانت اي نوع من انواع التوحد؟ الحاله دي كانت في اي نوع من انواع التوحد اللي حضرتك ذكرتيها؟ الحاله دي كانت التوحد الكلاسيكي، اخر نوع من التوحد، وده توحد منتشر بصوره كبيره. في نسبه تحسن في الحاله، نسبة ظهرت على تحسن الحاله كبيره. فقد ايه الوقت، خدت قد ايه؟ لا، ما خدتش فتره كبيره. يعني ممكن نقول الطفل لما بتدخل والدته بيه المركز بيقعد قد ايه لفتره العلاج على ما يعدي على الخطوات كلها اللي في المركز، خطوات العلاج؟ ممكن مثلا شهرين، ثلاثة، على أربعة؟ حسب، في فروق من أيوة كل طفل وطفل، تمام، بتختلف من طفل لطفل. في معايير يعني، مقاييس، في مقاييس بتقيس ده بتختلف من طفل لطفل، حسب كل على حالة، حسب قدرة الطفل. ايه المقاييس بقى دي؟ على حسب الحالة على ولا حسب الحالة حسب وعلى النوع؟ حسب، لا على حسب الحالة، حالة الطفل بتختلف من طفل لآخر، تمام. فدي بتعتبر بقى على حسب المقاييس وعلى حسب احنا شغلنا معاه وعلى حسب استجابته ايضا، يعني بتبانش في حالات لوحدها كده. بتكون متأخرة، في حالات في حالات بتاخد بتيجي قد ايه دي؟ بتبقى عندها اصلا ارتخاء في الايد، وصغر حجم راسها بيبقى صغير، فده عايز شغل كبير مننا جامد، فبياخد وقت يعني، بياخد وقت كبير. وبيستجيب للعلاج؟ بيستجيب. كل الحالات بتيجي بتستجيب للعلاج في المركز؟ يعني نقدر نطمن الامهات والوالدين ان في ان طفل التوحد او مريض التوحد باذن الله بالمشاركه مع هيتعافى. الام، بالمشاركه مع البيت، هو انما في المركز نسبة لوحده معينة بنقف عندها على فكرة، يعني هو مش بيتعافى تماما. لا، ما بيبقى في سمات، حتى لو كبر بيبقى في سمات، بس بيبقى تحسن. طفل تمام، التوحد بيتحسن تحسن كبير. تمام. طيب المركز بيقدم ايه للامهات اللي عندها اطفال توحد؟ الام بتجيلنا وهي عندها يأس، مش عارفة تعمل مع ابنها ازاي، مش عارفة تعمل له ايه، مش عارفة هو عايز ايه. فاحنا لما تجيلنا المركز بنقعد نأهلها وبنقول لها ايه الحاجات اللي عند ابنها، العيوب والكسور اللي عنده، وازاي تقدر تجيب له الادوات، تمام، وتقدر تدير جلسه داخل المنزل، بس الكسور والعيوب بتقدم لها النصايح. النصايح طيب والادوات لما بتخلص فتره العلاج وهم ماشيين، في نصايح معينه غير النصايح اللي دخلت بيها الام بنقدر نديها للام مثلا؟ في نصايح كتيره. في حاجات في البيت بتعملها لما مثلا خلاص تخلص فتره العلاج في المركز، في تدريبات، في حاجات تمشي عليها الطفل؟ لازم الطفل لازم توديه الحضانه عشان يتفاعل ويندمج مع الاخرين، وبعدين تمام، لازم تعلمه الرياضه، الرياضه مهمه جدا. ايوه، ده اللي بيخلينا نسال بقى، هل طفل التوحد بنعزله ولا العزل يفضل ان غلط، احنا يختلط بالاطفال يندمج بالاخرين؟ ده بيحسن عشان كده بننصح بالرياضه، العلاج. الرياضه كمان دي بتخليه ينفذ اوامر، عشان طفل التوحد ما بيرضاش ينفذ اوامر. ايوه، فاما يروح الرياضه اصلا بتغيره تغير كلي. في رياضه معينه او تدريبات معينه مثلا بيمشي عليها ولا على حسب بتحسن من الحاله هي الرياضه بصفه عامه بتحسن من حاله الطفل؟ تمام، يعني فيش انواع معينه يمارس الرياضه اللي هي اي في على سنة. حسب الطفل. تمام، في على حسب فيديو الطفل. تمام، معانا فيديو حضرتك علقنا عليه. ايوه، ده طفل داون. الطفل ده داون. اي الطفل حاله ده بقى؟ ده داون. الطفل ده كان جاي ما بيتكلمش خالص، وبعدين ما بيطبقش. الحمد لله بفضل الله دلوقتي بيطلع كلمات وبيطبق زي ما احنا شايفين. في الاول ما كانش بيعرف يحط الشكل على اللي زيه، تمام، وما بيعرفش يميز. الدكتورة أسماء ربنا يكرمها عاملة معاه مجهود جامد، وصلته للحالة دي. هل بطبع طفل التوحد بيميل إلى الانطواء ولا ممكن نتيجة التوحد، التوحد نفسه هو بيكون منطوي مسمى ذاتوي؟ تمام، التوحد يعني ذاتوية، ذاتوية يعني بيقعد منطبق في حاله، حاله ممكن يتحسن بعد كده ويختلط بالآخرين، بيختلط بعد العلاج، بعد إرشاد من المركز وإرشادات الأم اللي تمام. أنت لازم تخليها تندمج معاكي، تمام، معاها ومع الآخرين، ومع الآخرين يندمج في البيت، يندمج في الأسرة بقى. بس برضو يعني حسب حالة الطفل، ما هو في طفل انطوائي بطبعه حتى لو مش طفل توحد، يعني ممكن بعد ما يتعافى أو حالته تتحسن يكون بطبعه، بس الأحسن إن احنا نخليه يندمج، هو الأفضل إن احنا نخليه عشان يعيش طبيعي، يعيش طبيعي يعني. وما يبقاش عنده رهبة كمان من العالم الخارجي. بيقدم في الحضانة أو المدرسة مع الأطفال العاديين ولا بيقدم بيروح في دمج. حاجة خاصة بقى؟ دمج
دم. يعني بيدخل مدرسه خاصه بيه او حضانه خاصه بيه يتعلم فيها لحد ما يتحسن باذن الله. طيب دي فيها حاجات معينه او طرق تدريس مختلفه عن الدراسه العاديه اللي بيدرسوها الاطفال التانية؟ يعني دي فيها مناهج خاصه بالتعليم والدراسه؟ هي احنا دلوقتي عزلناه في حاجه خاصه بيه هو واللي زيه، تمام. طيب في منهج معين ليهم مختلف مثلا بيقدروا يتعاملوا معاه على اساس ان هو خاص بالحالات بتاعتهم؟ لا هو بتبقى نفس المناهج نفس المناهج، نفس المنهج، بس بيبقى معاه بقى واحده مسؤوله عنه. هي اللي بتقعد ترشيده، تمام. الشاده بتاعته هي اللي تبقى مسؤوله عنه، يبقى يعني الطفل يبقى معاه شاده، يبقى معاه عشان هي ترشيده وتعرف، ما يبقاش لوحده، مش زي المؤسسات الاخرى. طيب هل مرض التوحد بالتبعية في أمراض أخرى يعني مثلا بتكون معاه بتتبعه؟ يعني لما نعرف مثلا تجي لي حالة ده مريض توحد، هل أعرف أو أتوقع إن لازم يكون في حاجات تانية غير مرض التوحد، عنده أمراض تانية، ولا عادي بس هو التوحد وبتعامل معاه؟ التوحد بيبقى عنده تأخر في النمو اللغوي، تأخر في النمو اللغوي. يعني عنده اللغه الاستقباليه والتعبيريه عنده خلل فيها، تمام. ما يعرفش يعبر، ما يعرفش يستقبل، ما يعرفش اما يامره بحاجه ينفذها. امراض ثانيه عضويه ولا امراض ثانيه ما فيش؟ يعني هي بس كده بس، او امراض نفسيه بتتبع التوحد؟ لا هي امراض كده بس، توحد. طيب نشوف فيديو ثاني حضرتك معانا. ده طفل ايه ده؟ ايوه ده طفل عنده صعوبات تعلم، تمام. فهنا احنا بنعمل له تمارين ما قبل الكتابه، تمام. عشان نقوي عصب الايد عنده ويتمكن من مسك القلم. بنقوي عضلات ويعتبر كمان انتباه وتركيز، تمام. ايه النصيحة في النهاية اللي بتقدميها حضرتك للأمهات اللي عندها أطفال من التوحد؟ أول حاجة البعد، بعد تبعد بعد كلي عن الإلكترونيات. الإلكترونيات دي اللي دمرت، إذا كان فيها تبعدها الإلكترونيات بصورة كبيرة، ما يتعاملش معها خالص. الإلكترونيات ملوش علاقة بيها، تمام. طيب والأسوأ الظروف ممكن لو نص ساعة، تمام. شكرا لحضرتك، نورتونا وشرفتونا النهارده بيت المصريين. بحب في نهايه بس الحلقه اتفضل اشكر الفريق بتاعي، الدكتوره اسماء والدكتوره والاستاذه بسمه والدكتوره فاطمه، تمام. في نهايه الحلقه بنحب نبارك ونقدم التهاني لكل من الدكتوره شريهان الدسوقي على اصدار كتاب الاول الاتيكيت المعاصر، الف مبروك. والاستاذ الشاعر الغنائي رضا دياب على اصدار ديوانه من نظره عين. تحياتي لحضراتكم والى اللقاء في حلقه اخرى من بيت المصريين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.